دقيقة صباح النور من جديد، كذلك التحق بنا محلل الحصة. خلينا نقوله حلل الفلوس ملا سيدي، حلل فلوسك على الصباح يفتح. الحمد لله، صباح النور. اهلا وسهلا، صباح النور حذرمي، تحية ليك، تحية لكل من اختار انه يتبعنا يشاهدنا ويسمعنا على موجات راديو كاب اف ام. تحية طيبة للجميع، ان شاء الله يوم سعيد، يوم موفق، يوم مكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله نرجع في موضوع الحقيقة من اول الاسبوع احنا نحكيوا عليها، على خاطر وديجا سبقنا وحكينا، وما زلت انت محمد على نفس المبدأ، ما زلت تحكي على الفلاحة بكل حب، على خاطر هي ديما نقولها انا الكلمة هذه، خاطر هي شريان مهم برشا، شريان وركيزة. اليوم كان ما نعملوش عليها مناش باش نجمو نعملو حتى شيء. طبعا بخلاف انها هي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، هي امن الغذائي، ما نجموش نحكيو على امن الجسدي، نحكيو على جزء منه في قوات حاملة للسلاح، وما نحكيوش على الجزء الثاني ربما المهم، قوات حاملة انا نسميها للمسحة وللفركة وللمشط، وقوات حاملة للحب والعطاء، حاملة للبذور، قوات حاملة لريحة الأرض الطيبة، هذه الأرض اللي قدرنا أن نعيش فيها، الأرض اللي خلقنا منها ونرجعوا لها، الأرض اللي أعطتنا اليوم يظهر تعيش في وضعية صعبة شوية اليوم، وقيت باش احنا نعطيوها. اكيد، واش قال لك نلقاو معرض مهني مختص باش يكون في الانتاج الحيواني وتربيه الماشيه والدواجن، هذا باش ينتظم في دورته 19 من نهار 2 ماي حتى لنهار 5. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل، احنا مستنيين احنا نحكيوا لكم على هذا المعرض، ولكن نحكيوا مع مدير المعرض سي حمدي السويسي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اذاعه كاب اف ام. صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام ان شاء الله. شكرا ليك، نرجع معك لاكثر تفاصيل. المعرض هذا كما قلت انا سابقا انه ينتظم في دورته 19 باش نلقاو من نهار 2 حتى 5، ما كنا نعرفوا معك قداش باش يكون من عارض متواجد وكذلك البلدان اللي باش يكونوا. ان شاء الله المعرض كما ذكرت باش يكون من يوم ثلاثاء 2 ماي ليوم الجمعه 5 ماي. باش يشهد المعرض ان شاء الله مشاركه ما يقارب على 80 عارض من تونس ومن خارج تونس، من دول اجنبيه كما فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، من بلجيكا، من المانيا، يعني عده مشاركات اجنبيه في المعرض. بالطبيعه مع المهنيين التونسه اللي يعني يشتغلوا في الميادين، كل الميادين اللي يتمس قطاع تربية الماشية في تونس. ممتاز جدا محمد. مرحبا سي حمدي، صباح النور، تحية ليك وتحية لكافة الكيب وستاف نتاع باميد يونوف، مشكورين يعني على المواصلة والدعم نتاعكم للقطاع الفلاحي من خلال المعارض اللي هي وين يتلقاو فيها الفلاحة. انتم المعرض سنة مخصص للتربية الحيوانية، تربية الماشية، وبالأخص سي حمدي نعرفوا احنا الوضعية اللي تعيش فيها تربية الماشية السنوات الأخيرة. احنا ربما في فترة ما يعني نسينا رواحنا ومشينا يظهر لي استهلكنا القطيع الأم اللي هو اللي نكثروا فيه ونخليناهش يتكاثر، خسرنا برشا الأنثى متاع القطيع سواء في الأبقار وإلا في تربية الماشية يعني أغنام وماعز. اليوم في حاجة إلى تجديد السلالات هذه، اليوم ممكن مش نشوفه في المعرض هذايا، يعني في المعرض هذايا بعض العارضين مش يجيبوا يعني الشتلات جديدة متاع أبقار لتجديد المنظومة، لتجديد الأسطول نتاعنا الفلاحي، مش نشوفوا أنواع جديدة نتاع أغلام يعني تتماشى مع المناخ التونسي موجودين بيناتنا في المعرض هذا ولا لا؟ هو المعرض باش يمكن المربين الماشية بأنواعهم، ماشية، أبقار، دواجن، باش يعطيهم فكرة على أول حاجة الوضع الحالي ويعاونهم على تجاوز كل الصعوبات. يعني نحن باش تلقى موجود مثلا في نحن المشكلة الكبيرة اللي تو موجودة بها هي مشكلة الأعلاف، يعني أكبر شركات الأعلاف باش تكون موجودة في المعرض، وباش تقدم فما ندوات علمية باش تقوم بهم الشركات هذيا باش تعاون وتعطي فكرة على كيفاش نجموا نتعداو هالفترة الصعيبة هذه، فترة نقص الأعلاف ولا غلاء الأعلاف، ومع الظروف المناخية الصعيبة اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا. يعني الزائر اللي ينجم يكون حتى حامل فكرة
والا اللي يشتغل وعنده المشروع نتاعو قائم الذات انه يجي باش يشوف فما اخر اخر ابتكارات يعني ليزيكيبمون تاع لي باتيمون ديلفاج اللي حاجه مهمه مهمه طبعا. مهمه برشا خاصه في وقت اللي تبدا فما سخانه كبيره يلزم فما معدات معينه تكون موجوده باش تعاون خاصه المربين الدواجن باش تعاونهم على تجاوز هذه معناها الظروف المناخيه الصعيبه باش يلقاو يعني مخابر ومصانع ادويه اللي باش تعطيهم فكره على اخر ما فما في 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 القطاع باش تعاونهم على تجاوز سورتو فما امراض اللي قاعده ترجع كل مره وقاعده ضرب بالقطيع نتاعنا في الابقار والا في الدواجن باش تعطي امكانيه للشركات الناشئه والشباب اللي عنده اللي يحب يدخل القطاع وهذا هي حاجه مهمه كبيره انه خاطر الفلاحه ما عادش الفلاحه التقليديه يعني يعني كي تلقى فما دي سوليسيون ديجيتال يعني حلول ديجيتال باش معناها تعاونك كيفاش باش للتطوير كذلك ما نقعدوش ديما في الجانب الكلاسيكي والروتيني اللي تعودنا به هاي حلول رقميه معناها اليوم انت حكيت سيادتك سي حمدي اللي فهمته من كلامك اليوم مش نلقاو التكنولوجيا الحديثه موجوده في المعرض هذايا تقنيات ومستجدات يعني في هذا القطاع ربما اليوم سي حمدي ننتظروا من المعرض المشي التام هذايا من نهار 2 ماي ان نشوفوا فيه فتح طريق او بسط الطريق امام الفلاحه الجديده العصريه الاستثماريه بعيدا عن عقليه الفلاحه التقليديه اللي هي تبقى فلاحه تنمويه ما عندهاش افاق كبيره يعني اليوم يظهر لي ماشي في دو فولي في زوز اثنايا المعرض هذا باش نلقاو فيه الناحيه التقنيه كل ما يتعلق بتقنيات التقنيات الحديثه نعم والتكنولوجيا وايضا باش نلقاو فيه الجزء الاقتصادي العقليه الاستثماريه اليوم بنشوفوا معرض يعني حديث استثماريا وتقنيا بالضبط 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 وخاصه معناها نحن يعني الشان كلها باش تكون موجوده يعني ما بين الاداره واش فما من تشجيعات واش فما من قرارات على مستوى الوزاره والاداره التابعه لها وباش تلقى المهنيين اللي هما يعني المزودين بالمواد العلفيه ومزودين بالتجهيزات يعني حتى لو كان واحد نلموا له هالشان هذية في مكان واحد في فترة واحدة يعني يخرج يعني قلت لك يخرج بأفكار صحيحة وتعاونوا على شنو اللي يلزمه يعمل في المشروع نتاعه واضح جدا الحقيقة معرض مهم للغاية محمد متشوقين احنا راديو كاب اف ام اكيد جدا باش نلقاوك اكيد انت محمد اكيد غادية. برنامج اجري كاب هو برنامج فلاحي 100% يلزم نكونوا موجودين نواكبوا احنا دورنا انه ننقلوا المعرض هذايا للفلاح التونسي بالاخص باهمية المعرض ما ننساوش اهمية المعرض. المعرض واهمية التوقيت سي حمدي مشكورين جدا على اختيار التوقيت في البيك متاع الجفاف في البيك متاع الوقت الصعيب جيتوا لهنا وجودكم في حد ذاته ربما فيه بعث امل وفيه بعض يعني يبعث ربما حلول استعجاليه عاجله ينجم الفلاح التونسي ينتهجها وخاصه نشوف كي نلقاو الخبرات زاده محمد من الدول الاجنبيه الكفاءات التونسيه موجوده لانه طبعا عندنا كفاءات تونسيه كبيره وايضا الانفتاح على الثقافات الاخرى خاصه في دول رائده في مجال التربيه الحيوانيه كما تحكي اسبانيا فرنسا ايطاليا المانيا تقريبا حتى خاصه اذا نحكي على إسبانيا وإيطاليا المناخ قريب لبعضه يعني اخترتوا الاختيار بتاعكم تقريبا كان موفق لدول شريكة وصديقة حتى في مبادلاتنا التجارية معها ما فماش إشكاليات وما فماش عراقيل الخطوط البحرية موجودة حتى لسهولة التعامل مع الشريك الأجنبي صحيح. الحقيقة المعرض أنا نحكي بيرسونال نقول مدروس مليح ما خلاش ثغرات لأنه إنك ما تستفدش منه هي شكرا لك على التواصل سي حمدي شكرا شكرا نعيشك بارك الله فيك وان شاء الله نستناوكم بحذانا ومرحبا بكم ومرحبا بالزوار نتاعنا اكيد مشكور جدا سي حمدي السويسي مدير المعرض اكثر تفاصيل تنجموا تكلموهم على 99 102 195 شوفيك تقيت في النمر محمد نعاودوا 99 102 175 كذلك 50 395 463 ديجا لافيش تلقاوها موجوده على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام شوي اخر محمد باش نرجع على موضوع مهم انا نستنى فيك من قبيله
التعليق في انتظار الكلمة المرتقبة للطبيب نهار الاثنين المقبل. تستنى انت زادة؟ هنا نستناو كما نستناو التوانسة ونستناو في عيد الشغيلة التونسية في عيد اليد العاملة التونسية ننتظر ربما ان شاء الله نقولوا باش يكون عيد نقولوا ايجابي والا نقولوا باي حال ملغم بالتصريحات والا نقولوا باي حال نعطى يا عيد هذا مازلنا ما نعرفوش من هنا لنهار الاثنين. احنا دائما نكونوا ايجابيين ونتمنوا الافضل لكن اليوم التصريحات لازم تكون مدروسه 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 خاصه من اتحاد الشغل في علاقه بالوضع الحالي. نعم بالاخص ما بين السلطه سلطه الاشراف. نعم. نرجع لاكثر تفاصيل شوي اخر بين سعيد وطبوبي نرجع كما قلنا على اسباب القطيعه والصلح العادل ولكن زاد باش نرجعوا لجريده المغرب والشروق اللي لقيناهم اشتركوا في نفس الموضوع اللي هو موضوع الساعه الحقيقه اليوم ملف الفساد في قفصة فصفات قفصة هذا يطرح من جديد يتحكي من جديد اكيد المستشار المالي والاقتصادي سيد الهادي الكلاعي باش يرجع لنا من بعد التسعة على اخر المستجدات بالتحليل العميق ولكن احنا محمد شوي اخر نرجع على اهم ما قيل في الجرايد تاعنا.